انا بحاجه للتصريح لابني على اساس انه انا متقاعد، اساس ابني يقوم في اداره الزعتر. يا اخي يا الارض هيها نص كيلو بس، هو الزعتر نشف. نشف ليش؟ لانه فيش يد عامله. ابو عيل، اين ابو عيل؟ انا كان ابني ابو عيل، بكده التصريح له هو ما بيجي، مرفوض مرفوض مرفوض. طيب